عندك؟ قبل لا أقول لك إيش عندي، تدري أنا بنت منو؟ بنت المحامي سلمى. إيش دريت إن أنا بنت المحامي سلمان؟ خلصيني، ما عندي وقت أضيع معك. قولي لي إيش عندك؟ العفو. أنا راح تسمعين وايد حكي، وراح أقول وايد كلام. راح تتحملينه ولا لا؟ قاعد أسمعك. راح أقول لك إيش عندي. يا كثر اللي عندي ويا كثر اللي عندكم. عندي ورقة تثبت إن بنت الجواهر هي اللي دزت سدرة، وعندي بعد ورقة طلاق روضة من ريلك عثمان، وعندي بعد أبوي اللي أخفيتوه للحين ما أدري وينه، وعندي بعد أمي اللي ذبحتوها ودشيتوا البيت عليها، وعندي بعد هذا اللي ببطني اللي من ولدكم سالم. تبيني بعد أقول لك شنو فيني؟ ولا هذا يكفيك يا الغالية؟ طلباتك إني أدش القصر، وأبي إقرار منك إنه ما يحشني لا أنا ولا ولدي شيء، وأبي ولدي يكون حاله حال عيالك، أبي هم هو يارثك، وأبي الناس كلها تدري إن سالم ريلي وبالحلال. أنت أعطيتيني معلومة حلوة الحين، إنك دخلت القصر بنية سيئة وضحكتي بعقل سالم وخليتي غلط معك، وإنك أنت اللي دزيتي السدرة. مو أنا اللي دازها السدرة، بنتك هي اللي دزتها. لا، أنت اللي دزيتيها، عندي شاهد، وأمك الله يرحمها هم قالت لي. هذا قرار منك، أنت إيش دريت إن أنا قايلة حق أمي؟ مو شغلك إني أبرر لك وأقول لك منو قال لي. المهم تلاحقي أمرك. كسرت خاطري، قلت هالمسكينة سوت هذا كله عشان تبي تصير رئيسة خدم، طموح البنت. لكن نصيحة لوجه الله، اشتكي على سالم قولي إنه ضحك عليك وغرر فيك، تلاحقي عمرك ولا أنا بلحق عليك. انتهت المقابلة، قومي ولا بشوف خلقتك بهاليوم، قومي.